كلام في العالم العربي من كونها تنتمي لعصر الاتصال الجماهيري ولم تنتقل إلى عصر المعرفة بحت، فقد بدأ العالم تلمس طريق عصر المعرفة من ثمانينات القرن العشرين، وكان الإعلام هو قاطرة المجتمعات المتقدمة لدخول هذا العصر، وكانت كليات الإعلام في مراحل، وكانت كليات الإعلام ومراكز بحث هي قائدة هذه القاطرة. في الوقت الذي كانت كليات وأقسام الإعلام العربية في مراحل النشأة وعصرات البدايات، مما جعلها تلهس وراء الإعلام القائم في بلادنا متابعة ودراسة بدلا من قيادات، وهو ما صنع فجوة واسعة بيننا وبين دول العالم المتقدم وأعاق دخولنا عصر المعرفة حتى الآن، وتولي مسؤولية قيادة الإعلام العربي لدخول ساحات عصر المعرفة من خلال إعداد أجيال من الطلاب والباحثين والممارسين للعمل الإعلامي بشروط ومواصفات هذا العصر. لأن واقع كليات الإعلام العربية للأسف الشديد تعاني لوائحها من مجموعة من المشكلات التي يمكن أن نحددها فيما يلي. نمرة واحد، أن نسب المقررات التخصصية في أغلب هذه اللوائح تدور حول نسبة 80%، بينما المقررات الثقافية تتراوح بين 10 إلى 15%، والمقررات العامة التي تلبي المتطلبات الجامعية من 10 إلى 5%، وهو ما يتعارض مع طبيعة تخصص علوم الاتصال التي هي علوم بينية تتقاطع مع علوم اجتماعية عديدة وعلوم طبيعية أيضا، والنسب العالمية في هذا المجال هي 60% إلى 40%. 2- أن أغلب اللوائح تكاد تكون نقل عن أصل واحد أو تنويع على هذا الأصل، مما يجعلها جميعا تفتقر إلى الأصالة والتميز ووضوح الرؤية المطلوبة في مثل هذه الحالات. 3- أن أغلب هذه اللوائح تقوم على تعليم وبحث الإعلام التقليدي بوسائله ونظرياته التقليدية، وحين بحثت في الإعلام الجديد بحثت فيه بنفس الوسائل والأدوات المنهجية والنظريات الكلاسيكية، مما جعلها تنفصل عن الواقع فضلا عن الوصول إلى المستقبل. 4- أن أغلب اللوائح تكتب ولا تنفذ لأنها لم تتضمن آليات تنفيذها، ولكونها تفتقر إلى شروط الجودة الداخلية التي كشفت عنها محاولات تطبيق نظم الإدارة بالجودة الشاملة في بعض الجامعات المصرية والعربية. 5- أمام قصور اللوائح، فإن المناهج التي تدرس لدينا في كليات ومعاهد وأقسام الإعلام تصبح مرتبطة بشخص القائم بالتدريس، وهو ما يعني تداخل الذاتي بالموضوع، وذلك ضد أبسط مبادئ العلم. 6- أن هذه اللوائح تخلط بين وظائف التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتفرض على الخاضعين لها السير في الاتجاهات الثلاثة في وقت واحد، وهو ما أدى إلى عدم قيامهم بأي من هذه الوظائف على الوجه الصحيح.